توجه التحية إلى الإخوان في قناة صالح أونلاين اللي لحقوا على هذا التسجيل في هذه اللحظة اللي أنا مشرف فيها كمفتش لمادة الفلسفة على التقاعد. كان نبغي نوجه رسالة خاصة جدا لأساتذة الفلسفة اللي صفقت بالنيابة في قناة صالح، ولكن جهة تدلى أزلال كنلح فيها على أن مسارهم المهني المرتبط بتدريس مادة الفلسفة هو مسار اللي ما يمكنش يكون ناجح إلا مجهود كبير اللي خصهم يبذلوه. هذا المجهود اللي عنده عدة جوانب اللي فيها ما هو مرتبط بالمناخ التربوي الجهوي والتراكمات اللي تبنات على الصعيد الجهة على مستوى تدريس مادة الفلسفة، واللي في جانب منه مرتبط كذلك بالتجارب ديالهم وبالإمكانيات ديالهم الذاتية في تدريس هذه المادة. ودون أن أطيل، أتمنى للجميع مسارا ما تبقى من مسار مهني ناجح، وللجدد منهم مسارا مهنيا ناجحا ومفيدا بالنسبة للناشئة التربوية بنيابة الفقيه بن صالح وبجهة الأزلة بشكل عام. وشكرا.